السلام عليكم خوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناة عالم الطيور. اليوم اخوتي غادي نوريكم كيفاش تحضروا واحد المضاد حيوي للطويرة تاعكم وهو طبيعي. فكنحتاجو اخوتي هذا المضاد الحيوي، تقدروا تقدموه مرة في الاسبوع مزيانة. فاخوتي كنحتاجو التومة، وكان نحتاجو الماء والحامض. فاخوتي التومة كنقطعوها باش كنخليوها في الحمض واحد المده تاع ربع ساعه ولا نص ساعه. فاخوتي كنقطعو الثومه هي الاولى، وباش حنا يا اخوتي ما بغيناش الا قطعتيها طريفات صغار وحطيتيها هنا، حنا ما بغيناش غير تلقى غير الرائحه تاعها ويولي المشويه بيض. حنا بغينا اخوتي الزيوت ديالها، حنا بغينا نمعسوها باش تطلق الزيوت تاعها. نزيدو لها شويه تاع الماء اخوتي باش تلاقينا الزيوت في داك الماء. وانتوما اخوتي كنمعسوها باش كتلق، حنا بغينا داك الزيوت تاع الثومه، ما بيناش غير اللون تاعها ولا الرائحه تاعها. من الافضل اخوتي تمعسوها ما تقطعوهاش. هانتوما خوتي دابا تلقات في داك الماء، دابا هاد الماء هو اللي غادي نضيفوه في هنايا باش نرقدوها ان شاء الله. دابا خوتي غنخليوها بحال هكا، غنخليوها خوتي دابا بحال هكا واحد ربع ساعه ولا نص ساعه. شتي الماء كيفاش ولا خوتي؟ باقي غنخليه واحد ربع ساعه ولا نص ساعه تا ترقد مزيان في الماء، ونقدموها للطويرات والحمض. بالنسبه للحمض اخوتي، الحمض حتى نبغيو نقدموها للطويرات عاد نديروه مع الثومه، حيت الحمض اذا تي مع الثومه كتاكسد دغيا وكتولي سامه للطويرات ديالك. الحمض تبغي تقدم هاد الخلطه للطويرات تاعك كتعطيهم الحمض. فاخوتي غنخليوها واحد ربع ساعه حتى نص ساعه هكاك، ونرجعو ان شاء الله باش نقدموها للطويرات. دابا اخوتي منين خلينا الثومه في الماء واحد نص ساعه، تلقات مزيان اخوتي، تلقات داك الزيت تاعها تلقات ولا المشويه بيض كما كتلاحظوا. غادي نزيدو عليها اخوتي شويه القطره تاع الحامض. صافي، حيت الحامض اخوتي خاصكم كما قلت لكم خاصكم ديروه هو الاخر، حيت كتزيدو على الثومه كتاكسد دغيا وكتولي سامه. دابا اخوتي منين زدنا عليها الحامض عاد يمكننا نقدموها دابا للطيور، حتى كنبغيو نقدموها عاد كنزيدو الحامض. نقدمو اليوم اخوتي في الشرابات، ومن الافضل اخوتي هاد سميتو تخليو ليهم 6 ديال الساعات باقا، 6 ديال الساعات ولا 4 تاع الساعات، وتعطشوا الفريخات قبل ما تقدموا لهم. تعطشوا الفريخات واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع باش يشربوا، حيت الا كانوا اول مره تقدموا لهم ما غاديش يبغيو يشربوا. وهذا مضاد حيوي كما قلت لكم زوين بزاف. هذا نديروه للتربيه الجماعيه، ماشي مشكل اخوتي الا بقاو الطرفه تاع الثومه، ماشي مشكل عادي. فهانتوما اخوتي من بعد ما قدمنا داك المضاد الحيوي للطويرة تاعنا، هما قدمناه هو والماكلة والعظم تاع السيبيا ضروري، دايما هداك ضروري. هما الطويرة ديالنا ما شاء الله تبارك الرحمن. فكما قلت لكم اخوتي اي واحد بغى شي موضوع كيسول على شي موضوع ولا شي حاجه، ما عليه غير يكتب السؤال تاعو في التعليقات ونجاوبو على اي حاجه. يعني بشحال تقام عليا هذا المشروع، بشحال تقام عليا البياضات، الخشب، الفراخ، الماكله ديالهم، اي حاجه.
فأخوتي شكرا على المشاهدة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله.